جيم اوفر. تبي نلعب مره ثانيه؟ لا 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 خلاص. طيب تبي نلعب شطرنج؟ يا اخي لا تشغلنا. وعلى سيرة الشطرنج، عام 1996 ميلادي كان اللاعب غاري كاسباروف هو بطل العالم في الشطرنج لمدة 225 شهر خلال مسيرته في اللعبة، وما في أحد قدر يهزمه. وفي نفس العام تحداه صانعي برمجيات الكمبيوتر في مباراة بينه وبين الكمبيوتر، وفعلا قبل كاسباروف التحدي وفاز على الكمبيوتر. لكن في العام اللي يليه 1997 التقى مرة ثانية كاسباروف مع الحاسب ديب بلو 2، وهو النسخة المطورة اللي أنتجتها شركة IBM، واللي تستطيع أن تحسب أكثر من 180 مليون حركة في الثانية. وهنا حصلت المفاجأة بهزيمة بطل العالم أمام الكمبيوتر لأول مرة في التاريخ. معكم المهندس تركي الدوسري في حلقة جديدة من بايوميديا. السلام عليكم. كل إنسان في طور التحول ليصبح آلة، لا بل الأصح أن الآلة هي التي بصدد تطورها لتتحول إلى إنسان. هذا اللي قاله الفيلسوف الفرنسي بول فاليري، واللي برغم وفاته عام 1945 إلا أن جملته تعكس الواقع اللي يعيشه العالم الآن بشكل غريب. وخلال الأيام القادمة في حدث عالمي غير مسبوق افتراضيا يقام ولأول مرة في المملكة العربية السعودية القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وتقام في نسختها الأولى يومي 21 و 22 أكتوبر 2020 على شرف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وستكون هذه القمة منصة عالمية بارزة تجمع جميع مهتمي وصانعي القرار والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم تحت شعار الذكاء الاصطناعي لخير البشرية. صوفيا كانت البداية. تدري إن بعض الأخبار اللي تقراها كل يوم في الصحف الورقية والإلكترونية من أخبار الطقس والمال وغيرها من الأخبار تراها من كتابة الذكاء الاصطناعي وإحنا ولا على بالنا؟ إلا كنت بسألك عن خدمة العملاء اللي كل ما احتجت لهم في أي وقت تتواصل معاهم على بالك أوادم، وهم إليكسا وسيري وكورتانا وغيرها كثير. طيب كيف بدأ الموضوع؟ عام 1790 ميلادي كان أكثر من 90% من الأمريكان يعملون بمجال الزراعة. تدري كم نسبتهم الحين؟ تقريباً 1%. لا لا، الأمريكان ما بطلوا أكل ولا سكروا مزارعهم، لكن تدري شو اللي صار؟ تعال، بدأت أول الثورات الصناعية وهي ثورة اختراع الآلة البخارية عام 1784، ومنها استخدمها الإنسان للقيام بالعمل وسهلت عليه كثير من الأعمال اليدوية. تخيل أنت وأخوياك بدل ما تسوون لكم مشروع الكافي واثنين منكم يصير باريستا، يعني كنتوا تشتغلون اللي يحصد واللي يحرث واللي يزرع في الأراضي الزراعية. بعدين جت ثورة الكهرباء عام 1870، واللي أحدثت فرق كبير وتطور في كل مجالات الصناعة. ومن بعدها ثورة الكمبيوتر عام 1969 إلى أن وصلنا للثورة الرابعة، ثورة الإنترنت عام 2000، واللي إحنا نعيش تطورها الآن بمصطلح الذكاء الاصطناعي. وش معنى هذا الكلام؟ يعني خلاص الروبوتات بتحكمنا وبنكون عبيد عندهم؟ الله يسامح الأفلام اللي لعبت في راسك. المثال اللي ذكرناه في أول الحلقة، مثال لاعب الشطرنج، يشرح أن الذكاء الاصطناعي ببساطة عبارة عن أنظمة
وأجهزة زي الروبوتات تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام، مع إمكانية أنها تعلم نفسها بنفسها من البيانات بالبيئة المحيطة بها. هالشيء اللي ساعدنا كثير في الرقي والتطوير في الطب مثلا، وبحكم التخصص الذكاء الاصطناعي له لمسات تطويرية كبيرة في التشخيص الطبي، زي الروبوت الجراحي اللي يساعد الجراح في أغلب عملياته، بل يقدر يسوي العمليات البسيطة بنفسه. بصدمك لو بقول لك إن في دراسة أجراها باحث من جامعتي أكسفورد البريطانية ويل الأمريكية تقول إن فيه احتمال لتفوق الذكاء الاصطناعي على العقل البشري في جميع المجالات في غضون 45 سنة. تخيل الدراسة تقول عام 2024 راح تتفوق الترجمة الآلية على البشرية. عام 2027 بعد المترجمين بثلاث سنوات بيروح فيها سواقين التريلات، شاحنات ذاتية القيادة هي البديل. ايش تقول؟ ليتك اجتهدت ودخلت طب؟ يا حبيبي عام 2053 حتى الجراحين ما راح يسلمون من الموضوع. ممكن صوفيا السعودية تسوي عملية جراحية سليمة جدا. وهنا نجي للسؤال، Is artificial intelligent dangerous؟ هل الذكاء الاصطناعي خطير؟ ترى مو بس انت اللي خايف، حتى العلماء ترى متخوفين. ستيفن هوغن يقول ان الذكاء الاصطناعي أكبر خطر على البشرية إذا سمح له بالتطور دون قيود. بل إن بيل جيتس يقول ان التحكم بالذكاء أهم عملية منوطة بالبشر مو غيرهم. يعني كذا المفروض احنا نخاف. في مقال بصحيفة ماذر جونز يعزز هذا التخوف بعنوان ستخسر وظيفتك لصالح روبوت، وأضاف المقال إن أصحاب الوظائف المهنية والحرفية على حد سواء قد يفقدون وظائفهم لصالح آلات الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تفاقم البطالة والفقر. لكن خلنا نفكر بإيجابية. الحين عملية تصنيع الأجهزة هذه والروبوتات وعملية الصيانة مين راح يسويها؟ أكيد إحنا. وبكذا نقدر نقول إنه الذكاء الاصطناعي يفتح آفاق واسعة لوظائف جديدة. وبصراحة لما تشوف حجم الاستثمارات اللي تصرف على الذكاء الاصطناعي واللي تتزايد عام بعد عام، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 تريليون دولار عام 2030، تعرف كم فيها من صفر ولا تحتاج الذكاء الاصطناعي؟ يعني زي الدخل القومي لجمهورية الصين الشعبية والهند معا. مع حجم هالاستثمار تتأكد أنه إيجابيات الموضوع ومنفعته لك وللعالم أكبر بكثير من أضراره وسلبياته. يا عالم وش راح يخفي لنا الذكاء الاصطناعي بكرة؟ معلومة أخيرة، إيلون موسك قال عام 2018 ما نصه خطر الذكاء الاصطناعي يفوق خطر الرؤوس الحربية النووية بكثير، وليس هناك من ينادي بضرورة السماح للأفراد ببناء رؤوس نووية كيفما شاءوا. خفت؟ وأنا والله زيك. ولا تنسى أن وراء كل ألم أمل. وبكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اكتب لي في التعليقات وش تتوقع نوصل له بالذكاء الاصطناعي، وهل راح نتحكم فيه أو بيكون هو اللي مسيطر علينا؟ ولو تعرف أحد خايف أو موسوس من هالموضوع انشر له الحلقة عشان يشوفها زيك. ولا تنسى اللايك واشتراكك بالقناة. انتظرونا في الحلقات القادمة كل أسبوع. سلام.